دلوقتي خلينا نروح نشوف أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم على طول. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالجامعة العربية هتعقد الاجتماع الـ15 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية، وخلال الاجتماع هيتم مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك، واللي تم اعتماده عشان يكون في شهر مارس من كل سنة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. النهاردة هتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لمدة 55 يوم، بتنتهي بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر إبريل. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء هلال شهر شعبان لعام 1444 هجرية، وكشفت الحسابات الفلكية اللي أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجرية، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9:07، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9:07 صباح اليوم بتوقيت القاهرة المحلي.